كما عودناكم المجالس الرمضانية البحرينية اليوم في مجلس حسن بن حمد الماجد النعيمي في الرفاع الغربي. حياكم معنا، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر، الله يتقبل صيامكم إن شاء الله ويعود علينا وعليكم كل خير وصحة وسلامة إن شاء الله. أول شيء كل عام وأنت بخير. وأنت طيب وسلامة إن شاء الله. أنتوا يا نعيم مو بغريب عليكم المجالس، هذه موجودة من سنين، الله يطول عمر الموجود ويغفر الميت. آمين الله يطول عمر. أبي يا عمي أبي تأثير المجالس على الأجيال اللي جاية واللي القادمة. أبد، إحنا دائما قدوتنا مدارسنا مجالسنا، وهذه المجالس أرثناها من أب عن جد، والتشرف هذا المجالس بالدعم لا محدود من سيدي صاحب الجلالة الله يطول عمره ويسلمه، هو الداعم الأول لهذه المجالس ولهذه العادات لجميع القبائل والعرب. نتجمع في الليل ونتجمع للفطور ونتجمع لكل شيء، وهذه من ما يحتاج، عاداتنا عادات أبانا وجدادنا، والله يجعلنا إن شاء الله محافظين عليها. عمي إحنا نبي تأثير المجالس على الجيل الحاضر والمستقبل. والله المجالس شيء مهم، المجالس هي اللي تجمع الناس وتعرف الناس بعضهم بعض، فهذه عادة حميدة من قديم الزمان، من يوم أجدادنا إلى أبهاتنا إلى حين إن شاء الله إحنا ماشيين عليها. أفرح لما أشوف المجالس مفتوحة والناس توافد على المجالس، منها المعرفة ومنها تبادل الحديث فيما ما هو مهم. أبي طال عمرك تأثير المجالس على الشباب الحاضر والمستقبل. مثل ما قالوا المجالس مدارس، ومجالسنا من قديم الزمان، وأنا أتذكر الوالد عيسى بن سبت رحمة الله عليه كان من أوائل من فتح مجلسه لكافة الناس والعوائل والأحباب والأصدقاء. الله لا يغير عاداتنا ولا لا يغير علينا، نجتمع دائما على الخير، وكل عام والجميع بخير، والله يتقبل صيامكم وقيامكم وكل جميع طاعاتكم إن شاء الله. أول شيء كل عام وأنت بخير يا عمي. أنت بخير وسلامة، وأتمنى لك كل توفيق في هذه الأمور اللي أنتوا الأمور اللي أنا أعتقد أعتز بها، لأن أنتوا تطلعون الحين خباية أهل البحرين، وهذه المجالس إحنا عندنا بالذات بالرفاع المجالس الكل عنده مجلس العرب، لكن إحنا بعيدين عن الأضواء، فأنت الحين شرفتنا وكفيت وفيت في هالأمور، ونتمنى أن عادة ما سنقطع إن شاء الله. إن شاء الله بشرب الخير. عمي أبي تأثير المجالس على الشباب الجيل الحاضر وجيل المستقبل. بالنسبة للجيل الحاضر أعتقد أن هم ما زالوا موجودين في المجالس، لكن إحنا عندنا نقص في الجيل المستقبل، لأن إحنا ما عندنا تغطية حق المجال. أنت أول واحد تخطون المجالس، احنا نتمنى ان هذا الحوار وهذه المقابلات تطلع حق الجيل الموجود يشوف ان المجالس مدارس. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم، ونشكركم على هذه المقابلات اللي نتمنى تستمر، يعني انتم سباقيننا في هالامور، والله يوفقكم في هذه الامور ان شاء الله.